السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نبداو موديول جديد اللي هو لو ميرشاندايزينغ، أو لا كنسميو بالفرونسي لو مارشانديزاج. دونك الميرشاندايزينغ سي ان مو انجلي، وبالفرونسي كنقولوا ليه مارشانديزاج، يعني تقدروا تلقاو ميرشاندايزينغ ولا لو مارشانديزاج. دونك حنا غالبا في هذا الموديول وغالبا في ليكور اللي عندنا كنستعملوا ميرشاندايزينغ. الوغ ميرشاندايزينغ واحد الموديول اللي سهل جدا، وما بين لي موديول اللي كي يعني شخصيا كيجوني سهل، يعني الا فهمنا لي فورمول، الا فهمنا لي كالكول، الا عرفنا لي ديفينيسيون، راه غيجينا بحال شي لعبه متسلسله، بحال لي تكنيك دو فونت. يعني كتشوف تكنيك دو فونت غير يعني شي حوايج ساهلين، يعني غير واحد لي بلان كنتبعوهم. نفس الشيء بالنسبه للكالكول كوميرسيو. انا صراحه جميع لي موديول اللي درنا لحد الان كلهم كيجوني دي موديول اللي ساهلين جدا، يعني خصك غير تفهمهم باش غادي يجيوك ساهلين، يعني ما كاينش شي موديول صعيب جوسكا ماتنا. داكوغ. الوغ غادي نبداو ونعرفوا لو بلان ديال هذا لو موديول، باش يعني من احسن حاجه باش نبدا انا موديول خصني نكون عارف شنو غادي يكون في هذاك لو موديول، نعرف بعدا شنو غادي ندير في هذا لو ميرشاندايزينغ. الوغ غادي نبداو بانتروداكسيون كوم دابيتود، نعرفوا فيها لو ميرشاندايزينغ، نشوفوا ليفولوسيون دو ميرشاندايزينغ. لو ميرشاندايزينغ واحد لا تكنيك، واحد التقنيه باش انا كنظم واحد البوان دو فونت، غنشوفوها من بعد في ديفينيسيون، نعرفوا كيفاش تولى الميرشاندايزينغ. بحال مثلا بزاف ديال مثلا الماركتينغ، ماركتينغ هي يعني واحد الدراسه ديال السوق، هذيك الماركتينغ كيفاش تخلقات، هذيك الماركتينغ كيفاش سميناها ماركتينغ. دونك هذا هي ليفولوسيون ديالها. ابري غادي نشوفوا لي زانتيغي اون بريزونس، يعني الاشخاص اللي عندهم انتيغي من هذا الميرشاندايزينغ، شكون هما الناس او الافراد او لي زورغانيزم اللي كيستافدوا من هذا الميرشاندايزينغ. لي تيب دو ميرشاندايزينغ، يعني الانواع ديال الميرشاندايزينغ. غادي نشوفو في دوزيام بارتي لا جيستيون دان بوان دو فونت. الوغ هنا قبل ما نقولو ديفينيسيون، قبل ما نشوفوها، غادي نعطيكم غير واحد الصوره على الميرشانديزينغ. الميرشانديزينغ هو كتحط واحد البرودوي في واحد الصوره دو تيل سورت انها تاتيغي لو كليون، يعني كيفاش كتنظم لي برودوي ديالك، كيفاش كتحط لي برودوي ديالك في ان بوان دو فونت، كيفاش كتختار لي برودوي اللي غتبيع في واحد المغازان، هذا باش يكونوا ان اللي يجروا لك يعني ياتيريو الانتباه ديال الكليان، هذا هو الميرشاندايزينغ. سي اون تكنيك، انا نقول ديفينيسيون بلا ما نكون حافظه، يعني ماشي اللي عندي في لوكور، واحد تقنيه اللي من خلالها كنخلي واحد البرودوي يكون اتيران للناس، ياتيري ليا لاتونسيون ديال لي كليان ديالي، هذا هو الميرشاندايزينغ. دونك هذا الميرشاندايزينغ ما كيعتمدش غير على البوان دو فونت، يعني غير البوان دو فونت ديال المغازان ولا السوبر مارشي نقادو مزيان ونقاد لي برودوي، لا، كيعتمد على حتى اول خطوه كندير هي انني نختار لا لوكاليزاسيون ديال هذاك البوان دو فونت. هذاك الشيء علاش في لا جيستيون دان بوان دو فونت غنشوفو بعدا لامبلونطاسيون دو بوان دو فونت. قبل ما نعمرو بلي برودوي، قبل ما نديرو الميرشاندايزينغ، راه خاص هذاك البوان دو فونت يكون فواحد لا لوكاليزاسيون اللي فيها اللي مزيانه، اللي كتجيب الكليون، اللي ممكن الكليون يوصل ليها. ايضا غادي دونك في لا جيستيون دان بوان دو فونت غادي نشوفو لامبلونطاسيون دو بوان دو فونت، يعني امبلونطاسيون يعني فين غادير هذاك البوان دو فونت ديالك، غنشوفو فيه شوا دو لوكاليزاسيون، يعني فين غتكون لوكال ديال داك البوان دو فونت. ايضا ليتود دو لا زون دو شالونديز، لا زون دو شالونديز هما لي كليون اللي غادي يكونوا دايرين بيك وغادي يشريو من عندك انت كبوان دو فونت. غادي نشوفو هاد الديفينيسيون هادي في اخر الموديول، غادي نديرو كاع لي ديفينيسيون كاع لي مو اللي يقدروا يحطوا لينا في الامتحان، دونك غادي نشرحوهم في واحد الفيديو اخيره. دونك غادي نديرو ليتود ديال لا زون دو شالونديز، نعرف هذوك لي كليون اللي دايرين بيا، شنو البوفوار داشا ديالهم اكسيتيرا. هنا غادي نجي ندير لا استراتيجي دو بوان دو فونت. دونك هنا غادي نحط استراتيجيه ديال هذيك نقطه البيع ديالتي، يعني البري اللي غنبيع به، لا بوليتيك برودوي، لا بوليتيك بري، لا بوليتيك كومونيكاسيون. هادشي هذا تقريبا كاين في الماركتينغ. الوغ هادشي غادي نشوفو في هاد لابارتي. من بعد ملي كندير لا جيستيون دان بوان دو فونت، يعني فين غادي يكون لوكال ديالو وكيفاش شنو غادي نبيع فيه وكومون وبشحال غادي نبيع فيه، غادي ندوزو لي تكنيك دو ميرشاندايزينغ، يعني هنا فين غيبدا الميرشاندايزينغ ديال بصح، اللي هي لاميناجمون دو لا سورفاس دو فونت، يعني كنهي هذيك البلاصه اللي غادي نبيع فيها، كنهي داك المكازا، هنا اختاريت فين غادي يكون، هنا عرفت لا زون دو شالونديز الناس اللي دايرين بيا اللي غيشريو من عندي، هنا حطيت لي بوليتيك اللي غنبيع بيهم، البري والكومونيكاسيون اللي غندير باش نوصل للناس على داك البرودوي، راه حليت انا مكازان ديالي. غتجي كيفاش نحط هادوك لي برودوي ديالي وسط داك المغازا باش يكونوا اتيغون، ياتيريو ليا لو كليون ديالي.
الوغ هاد لاميناجمون غنشوفو فيها لورغانيزاسيون دو لا سورفاس دو فونت، يعني مساحة البيع، يعني فين غادي نحط لي برودوي، فين غادي ندير ممرات، فين غادي نخلي العمرو بلي برودوي، فين غنحط ثلاجات مثلا. داكوغ، ايضا ما غاديش نهتم غير بلورغانيزاسيون انتيريور ديال المغازا، غنشوف حتى لونفيرونمون اكستيريور اي انتيريور دو بوان دو فونت، يعني المحيط الخارجي والداخلي ديال هذاك البوان دو فونت، يعني واش فيه باركينغ ولا ما فيش. مثلا ندوي على سوبر مارشي، واش فيه باركينغ ولا ما فيش، واش قريب الناس. دونك هذا حتى هو خصني ندير ليه دي زيتود عليه. ايضا غادي نشوفو لي ديفيرون تيب دو ترافيك، يعني كاينين دو ترافيك غادي نشوفوهم نشرحوهم من بعد في هاد لابارتي هادي. ايضا هنا غادي ندوزو لامبلونطاسيون دي برودوي دون لي غايون، لي غايون هما الرفوف اللي كنحطو عليهم برودوي. دونك غادي نشوفو كيفاش كنحطو كل برودوي، شحال من برودوي خصني نحطو. راه في لي سوبر مارشي ماشي كيحطو لي برودوي عابة غير كيجيو كيحطو، راه كيديرو حسابات وكيديرو واحد لي كالكول باش يعرفو شحال برودوي غيحطو هنا، اش من برودوي نحطو في هاد البلاصة وشنو لي ما نحطوش. هادشي راه كله هو الميرشندايزينغ. داكوغ، دونك هنا في لي تكنيك دو ميرشندايزينغ غادي ندير نقاد لا سيرفاس ديالتي، نشوف فين غنحط، فين غنخلي خاوي، فين غادي نعمر. ايضا غادي نحط لي برودوي في لي غايون. داكوغ، هادشي كامل غادي نشوفو في هاد لابارتي ديال تكنيك دو مارشنديزينغ. اخر حاجه كندير هي لو كونترول، لا ميزور ديفيكاسيتي دان بوان دو فونت، نشوف هذاك الشيء اللي درت انا هنا كامل واش ايفيكاس ولا ماشي ايفيكاس. دونك باش ندير دي ميزور راه كيكونوا كاليتاتيف، يعني كنشوف لا كاليتي، و كوانتيتاتيف. هادوك الميزور كوانتيتاتيف هما ارقام، يعني نشوف غنشوفو دي فورمول دو باز باش كنحسبو، باش كنشوفو واش هذاك البوان دو فونت ايفيكاس. غنشوفو دي راشيو كوميرسيو، يعني مثلا شحال ديال لي كليون كيجيو عندي، شحال كيشري عندي كل كليون، لي راسيو فينونسي يعني الربح اللي كنربح انا من شاك برودوي مثلا، اي لانديس دو سونسيبيليتي كيبين لي هاد لانديس، واش انا حاط لي برودوي هما هادوك، واش خصني نبدل شي حاجه. دونك هادو كلهم دي انديكاتور دو ميزور ديفيكاسيتي دان بوان دو فونت، باش نشوف هذاك الشيء اللي درت كامل هنا قبل في لي تكنيك دو مارشنديزينغ وفي لا جيستيون دان بوان دو فونت، واش يسون اوكي ولا لا، واش مزيانين ولا لا. دونك هذا كان واحد تعريف، يعني واحد دخله لهذا الموديول ديال الميرشنديزينغ، دونك باش نعرفوا على ايش غادي ندويو. دونك غادي نبداو اليوم في هذا لا فيديو بلانتروداكسيون، وغادي نبداو بلا ديفينيسيون ديال الميرشنديزينغ. دونك كاينه واحد ديفينيسيون جينيرال، وكاينه ديفينيسيون سولون كيبنر. كيبنر واحد العالم في هاد الدومين ديال الميرشنديزينغ اللي عطانا واحد ديفينيسيون ديال الميرشنديزينغ، حنا غادي نشوفوهم بجوج. داكوغ، الا قال لك عطيني ديفينيسيون ديال الميرشنديزينغ تقدر تعطي هادو بجوج في الامتحان، الا قال لك مثلا سولون كيبنير غتعطي هادي، ولا تقدر تختار انت غير وحده فيهم وتعطيها ليه بوحده. داكوغ، الا ما حدش لك ما قالش لك قول لي سولون كيبنير. الوغ غادي نشوفو ديفينيسيون دو ميرشنديزينغ، شنو كيعني لو ميرشنديزينغ. الوغ لو ميرشنديزينغ اي لونسومبل دي ميثود اي تكنيك utilisé pour mettre en valeur un produit dans un point de vente tout en augmentant le bénéfice et le CA, chiffre d'affaires, et minimisant les coûts. Donc le merchandising هو مجموع طرق وتقنيات اللي كنستعملوها باش نحطو اون فالور، يعني باش نحطو واحد برودوي نخليوه مميز ونعطيه واحد القيمه، نزيدو من القيمه ديال واحد البرودوي في واحد لو بوين دو فونت، واحد نقطة البيع. تقدر تكون مغازان، تقدر تكون حانوت صغير يعني سوبريت، تقدر تكون سوبر مارشي. داكوغ، هنا غادي ندوي غالبا على سوبر مارشي ولا على لي هيبر مارشي، لي هيبر مارشي بحال مرجان، بحال اسيما، بحال كارفور ماركت اكسيتيرا. غنبقاو نعطيو مثلا المثال بمرجان. داكوغ، دونك تو دون اوغمونطون خصك دير هاد يعني التقنيات اللي كنستعملوهم باش نحطو واحد لي برودوي اون فالور، لا ميز اون فالور دي برودوي فواحد بوان دو فونت باش نوغمونطيو لو بينيفيس يعني الربح، ou le chiffre d'affaires يعني رقم المعاملات يعني المبيعات اللي غادي نبيع، و او ميم طون نمينيميزي لي كو، حيتاش الا بغيتي تطلع الربح راه ممكن يكون عندك ان بينيفيس ولا ممكن تحقق واحد الشيفر دافير كبير، ولكن الا درتي دي زانفيسيسمون يعني استثمرتي في واحد درتي يعني خسرتي بزاف الفلوس باش توصل لواحد الشيفر دافير كبير، راه هي ما هي بحال كتخسر الفلوس باش كتربح واحد الشيفر دافير كبير، يعني داكشي اللي خسرتي يقدر يكون قريب كاع داك الشيفر دافير اللي ربحتي. مي الميرشنديزينغ هو انك تحط البرودوي في بوان دو فونت بطريقه اللي غياتيري الكليون ويكون اون فالور، ولكن او ميم طون تنقص لي كو وتطلع لو شيفر دافير. داكوغ، دونك هادي هي ديفينيسيون ديال الميرشنديزينغ اون جينيرال. غادي نشوفو سولون كيبنر. كيبنر كيقول لو ميرشنديزينغ سي لا مارشانديز كيل فو ا لا بون بلاس او بون مومون دون لي كانتيتي كي كونفيان اي او بري كي كونفيان، كنسميوهم
لي 5 بي ولا لي 5 ار غادي نشوفوا شنو كيعنيو. الوغ كيبنر العالم ديال هذا الدومين هذا قال لنا المارشندايزينغ هي السلعه اللي خاصه كيلفو à la bonne place, نحطوها في البلاصة المناسبة, au bon moment, يعني في الوقت المناسب, dans les quantités qui conviennent, يعني بالكميات اللي مناسبة, أيضا واحد لو بري اللي مناسب. هنا لاحظتوا دوالي على لا مارشانديز كيل فو, واحد, bonne place, la place, à جوج, bon moment, ثلاثة, quantité, أربعة, prix, خمسة, يعني هنا خمسة ديال بون. يعني مثلا هاد بي هادي كنعنيو بها بون, يعني بي الاولى سي لا مارشانديز, مارشانديز نقدروا نقولوا ليها برودوي, يعني بي الاولى كتخص بون برودوي, بي الثانيه كتخص لا بلاس ولا لومبلاسمون, بون لومبلاسمون, بي الثالثه لو مومون, دونك هنا بي بون مومون, لي كونتيتي كي كونفيان بون كونتيتي, لو بري كي كونفيان le bon prix. داكشي علاش سميناهم لي 5 بي, حيت كلهم كيبداو بي, بون برودوي, بون امبلاسمون, هادشي اللي قال لنا كابنر, مارشانديز كيل فو راه هي البرودوي, لا بون بلاس هو لومبلاسمون, او بون مومون راه هو لو مومون, لي كونتيتي راه هما لي كونتيتي, و لو بري راه هو لو بري. وعلاش هنا كنقدروا تلقاوهم في بعض الكتب ولا في بعض لي موديول كنسميهم لي 5 ار, حيت هادي اون انغلي, اون فرونسي بون يعني هي برودوي مزيان, لو بون برودوي, في لو بون امبلاسمون, في بون مومون, في بون كونتيتي, افيك ان بون بري. و الا قلناهم اون انغلي راه هاد ار غادي ما تبقاش بون, غتولي رايت, رايت يعني لو بون, لو بون برودوي, رايت برودكت, رايت بليس, رايت مومنت, رايت كوانتيتي, اند رايت رايت برايس. هنا بالانغلي كنسميوهم كنطقوهم بار, يعني ار هي رايت, و فرونسي كنسميوهم لي 5 بي. الا لقيتي مثلا سولون كيبنير هذا في تيكست 5 بي, يقول لك اشرح لي اش كتعني 5 بي, غتقول لي 5 بي راه هما هادو, بون برودوي, في بون امبلاسمون, في بون مومون, بون كونتيتي, بون بري. الوغ الا قال لك 5 اي غتشرح هي تقول لهم راه بون برو, هي رايت يعني رايت برودكت, رايت امبلاسمون, تقدر تقول لهم حتى بالفرونسي, ماشي ضروري تقول لهم بالانكلي, لان حنا كنقراو بالفرونسي. داكوغ, دونك هنا غادي نشوفوا شنو كيعني لو بون برودوي. دونك هذاك البرودوي qui va avec la zone de chalandise. La zone de chalandise, هما الناس اللي دايرين بيا وكيشريو من عندي. هادي هي لا زون دو شالونديز, يعني لا زون, المنطقه اللي فيها لي شالون, كنسميهم حتى لي شالون. لي شالون هما الناس اللي دايرين بيا, ماشي كليان, هما دي كليان بيان سور, ولكن هما اللي كيشريو من عندي, دايرين بيا, دايرين بداك بوان دو فونت اللي من الممكن انهم يشريو من عندي, كنسميوهم لي شالون. والمنطقه اللي كيتواجدوا فيها كنسميوها لا زون دو شالونديز, نقدروا نسميوهم دي شالون ولا دي زاشالونداج. هادشي كامل كيف ما قلت لكم ديال ديفينيسيون غادي نشوفوه في اخر الفيديو. داكوغ, دونك في اخر الموديول, يعني مثال الموديول كامل, غادي ندير واحد الفيديو فيها كاع لي ديفينيسيون اللي تقدروا تحطوا لكم في الامتحان. دونك البون برودوي, ان برودوي كي فا افيك لا زون دو شالونديز, يعني لي ما غاديش انا في واحد المجتمع اسلامي غادي ندير لهم مثلا لحم الخنزير متواجد اكثر من اللحم ديال البقر, حيت بعض المحلات, بعض السوبر مارشي ولا ايبر مارشي كيبيعوا اللحم ديال الخنزير, ياك, واخا هو يعني ماشي حلال, ولكن راه كاينين الناس اللي كياكلوا, يعني الناس اللي ماشي مسلمين مثلا. دونك هذاك اللحم ديال الخنزير ما غاديش يحط لك انت في واحد سوبر مارشي في واحد البلد اسلامي, غيحط لك اللحم ديال الخنزير اكثر من اللحم ديال مثلا ديال الخروف ولا ديال البقر. علاش؟ لان لي شالونديز, لي زاشالونداز ولا لي شالون, يعني لا زون دو شالونديز ديالي, ما كيكونسوميوش اللحم ديال الخنزير اكثر من اللحم ديال, خصني نحط واحد البرودوي اللي كيتماشى مع هذيك لا زون دو شالونديز ديالي, مع لي كليان ديالي. ايضا لو بون امبلاسمون, انا شفت مثلا واحد البرودوي اللي كيهم ديك لا زون دو شالونديز, ياك, ولكن je l'ai pas bien en placé, ما حطيتوش في البلاصه المناسبه, حطيتو بطريقه اللي مخسره, ما غاديش تحط داك البرودوي اون فالور, ما غاديش تعطيه واحد القيمه. دونك لهذا il faut bien choisir le niveau de la présentation. هادشي كامل غادي نشوفو في هاد لو موديول هذا. ايضا le bon moment, respecter et suivre les événements, les événements des chalons, يعني لي شالون هما لي كليون اللي كاينين في لا زون دو شالونديز. الوغ نتا كا سوبر مارشي مثلا مرجان, الا لاحظتو ملي كتجي عاشوره راه كيديروا لكم دي بوبليسيتي على قبل مثلا الفاكهه, على قبل لي جوي ديال لي زانفون, يقدروا يبيعوا مثلا دوك تعارج و ايتترا. دونك هنا كيحترموا المناسبه, في عيد كبير راه كيبداو يبيعوا في البانيوات وفي العطريه وفي الماس وهذا, يعني كيبيعوا لي برودوي اللي غيتماشاو مع هذاك لو مومون, مع هذاك ليفينمون اللي كاين عندك, يعني كل يعني على حسب لا زون دو شالونديز ديال هذاك لو سوبر مارشي ولا داك البوان دو فونت. دونك مثلا في رمضان راه كيديروا التمر, كيديروا السلعه ديال الشهر وهذا, باش كيتماشاو مع المناسبات ديال هذوك لي زاشالونداز ولا لي شالون, يعني الناس اللي دايرين به وكيشريو من عنده. ايضا لا بون كونتيتي,
éviter les ruptures de stock de marchandises. يعني انت كسوبرمارشي ولا بوان دو فونتر تكون عارف شحال كيتشرى من عندك في النهار باش ما طيحش في واحد الغيبتور دو ستوك. يعني غيبتور دو ستوك يعني ستوك ما كيبقاش عندك، يعني السلعه كتقاد لك. يقدر مثلا يجيو لي كليون يشريوها بزاف، خاصك ديما هادشي غنشوفو في لابروفيزيونمون، في الموديول ديال لابروفيزيونمون، دير واحد الغيزيرف، يعني كتحط السلعه اللي من محتمل انها تباع لك ياك، وكدير واحد ستوك سيكوريتي باش ما تقلاش لك السلعه والناس ما يلقاو ما يشريو من عندك. هذا هو البون كونتيتي. ما تحاولش تكون داكشي كتير بزاف، وما تحاولش داكشي يكون قليل باش ما طيحش في ريبتور دو ستوك. دونك ايضا لو بون بري، لو بون بري يعني خصك تتماشى مع لو بري، مع بوفوار داشا ديال هذوك لي زاشالونداج ولا ديال لي شالون ولا ديال لا زون دو شالونديز ديالتك. انت مثلا واحد بوان دو فونت جيتي في واحد الحي اللي شعبي، ما غاديش تحط ليهم، غاديش تبيع ليهم دي برودوي اللي غاليين بزاف، ولا دي برودوي يعني واحد الحي اللي القدره الشرائيه ديالتهم متوسطه، حيت تقدر تلقى حي شعبي والقدره الشرائيه ديالهم مرتفعه. حنا ما غاديش نحكموا واش حي شعبي ولا لا، غادي نقولوا مثلا واحد الحي اللي الناس اللي فيه تعرف القدره الشرائيه ديالهم متوسطه الى منخفضه. دونك ما غاديش تجيب لهم واحد برودوي ديال لوكس اللي غالي بزاف، اللي مثلا تيشيرت داير مثلا 1000 درهم ولا شي حاجه، ما غاديش تجيب لواحد المنطقه اللي الناس ما غيشروش من عندك فيها. دونك هنا خصك تحط دير ان بون بري، يعني تختار واحد برودوي لي بري ديالو مناسب لا زون دو شالونديز ديالك. دونك ان بري ريزونابل يعني معقلا، ولا كاع الا كنتي كتبيع شي حاجه غاليه تكون جوستيفي بلا كاليتي، مثلا لا كاليتي ديالتها طالعه بزاف. دونك هنا راه الناس اللي غيبغيو كاليتي كبيره راه غادي يخلصوا بلوس دارجون، يعني بري يكون ريزونابل داكوغ، يكون معقول كي فا افيك لو بوفوار داشا دي زاشالونداج. هنا كيف قلنا يعني تكون كتحترم بوفوار داشا ديالك، كنتي في واحد الحي اللي عارف ان الناس القدره الشرائيه ديالهم مرتفعه، راه تقدر تجيب دي برودوي غير مثلا غير الحليب، كاين حليب ديال 3 دراهم ونص، كاين حليب ديال 5 دراهم، كاين حليب ديال يعني 10 دراهم، يعني على حساب القدره الشرائيه. انت اللي كنتي في واحد لازون شالونديز فيها لي كليان عارف بوفوار داشا ديالهم منخفض، راه تجيب لهم الحاجه اللي غادي تناسبهم، دير لهم واحد البري اللي غادي يناسبهم باش هكا تبيع. داكوغ، دونك هادي هي الديفينيسيون ديال الميرشانديزينغ سولون كيبنر. دونك الى لاحظتو مثلا في شي امتحان لي 5 بي ولا لي 5 ار، عرفو راه هما هادو سولون كيبنر. 5 بي يعني بون برودوي، بون امبلاسمون، بون مومون، بون كونتيتي اي بون بري. والمارشانديزينغ اون جينيرال هي الطريقه باش كتحط واحد البرودوي في بوان دو فونت ديالك وتخليه يكون اون فالور، تحطو اون فالور في ان بوان دو فونت. هذا هو الميرشانديزينغ. داكوغ، دونك غادي نديرو الميرشانديزينغ سو فورم دون فورمول. يعني شنو كيعني؟ ماشي حساب ولكن غير شنو كيعني الميرشانديزينغ، كيساوي اوغمونتي لو بروفي يعني الربح، طلع الربح ديالك، اي لا ساتيسفاكسيون دو كليان يعني لا واش الكليون ساتيسفي، واش الكليون فرحان بداك لي برودوي اللي كتجيب ليه، مقتنع بهم، اي بلوس مينيميزي لي كو يعني تنقص من لي كو. الميرشانديزينغ هو هذا، انك توغمونتي البروفي وساتيسفاكسيون ديال الكليان داكوغ، وتهبط من لي كو باش هادشي غديرو انك تحط واحد البرودوي اون فالور في واحد المغازان وتقدم مزيان المغازان ديالك ولا البوان دو فونت ديالك. داكوغ، دونك دابا غادي نشوفو بحال واحد ليستوريك، واحد ليستوار ديال هاد الميرشانديزينغ، يعني كيفاش تولى الميرشانديزينغ. هادشي هذا من الاحسن، هاد لابارتي هادي من الاحسن تكون عندكم على فكره. ما تعرف في امتحان يقدر يقول لك فوالا كومون ايت اباري لو ميرشانديزينغ، ويكون سؤال عليه جوج نقاط مثلا. دونك غالبا هادشي اللي كنشوفو في الانترودكسيون يقدر يخليك حتى لاخر السؤال في شي فهم ولا شي امتحان، يقول لك مثلا سولون فو ولا كومون ايت اباري لو ميرشانديزينغ. دونك هنا غير باش ما تضيعش ديك جوج نقاط وهذيك النقطه لانها تكون زايده فينا نهار الامتحان، حاول تحفظ معايا هادشي كامل وتعرف هادشي كامل. داكوغ، الوغ لي زاني 60 يعني في سنوات يعني 1960 في الستينات، كانت لاباريسيون دو ليبر سيرفيس. ليبر سيرفيس غنشرح لكم واش هاد كاع الكلمات التكنيك غادي نديروهم في الاخر ديال الموديول سو فورم دو ديفينيسيون. الوغ ليبر سيرفيس هي انك ملي كتمشي للمرجان ياك وكتاخذ نتا البرودوي كتختارو كتاخذو كديرو في هذيك الشاريو ديالك وكديه تخلصو في لاكاس، يعني لو كليون سو سير لوي ميم، ماشي كتمشي عند فوندور ملحن تقول ليه عطيني برودوي داك، تقول ليه عطيني برودوي وهاكا الفلوس، لا هادي نتا كتمشي كتقلب على البرودوي اللي بغيتي كتسيرفي راسك، يعني ليبر سيرفيس، نتا اللي كدير سيرفيس لراسك، ماشي ملحن اللي كيعطيك البرودوي، ولكن نتا كتدخل هذاك البوان دو فونت هذاك السوبر مارشي وكتاخد le produit ديالك. هذا هو لو ليبر سيرفيس. اي لا نوشن دو فوندور موي دون لي جي ام اس. الفوندور موي حتى هي غنشرحو الديفينيسيون ديالها، يعني البرودوي كيبيع راسو براسو، لانك انت في واحد البوان دو فونت
مثلا في واحد مول الحانوت، الا بغيتي واحد البرودوي، شكون اللي كيبقى يقنعك بهذاك البرودوي يقول لك خذو؟ هذا راه مول الحانوت ياك. ولكن في البوان دو فونت ملي كيكون ليبر سيرفيس، ملي كتكون زعما الكليون كيمشي لراسو كياخذ برودوي، راه كيكون ان فوندور موي. شنو هو الفوندور موي؟ هو البريزونطاسيون ديال البرودوي. الا كان البرودوي بيان بريزونتي راه كيبيع لك راسو، هذا هو الفوندور موي. داكوغ؟ دون لي جي ام اس، جي ام اس كتعني غراند اي موين سيرفاس، بحال السوبر مارشي و لي زيبر مارشي و لي سوبرات. مثلا سوبرات هي هذاك لي ماغازا مرات كيكونوا في لي كار، كتدخل كتاخذ البرودوي، كتكون غير صغيره بزاف، ماشي كبيره بحال كارفور مثلا، كتكون غير صغيره وكيكون فيها لي برودوي، كتمشي تاخذهم وكتخلصهم في لاكاس، هذيك سوبرات. مثلا سوبر مارشي بحال مثلا اسيما ولا كارفور، هايبر مارشي هو مرجان ولا اسواق السلام. D'accord. Donc, had les GMS, c'est-à-dire les grandes et moyennes surfaces. Donc, là, bda libre service. Là, le merchandising fin kain. Kain les GMS, c'est-à-dire les grandes et moyennes surfaces, li fihom libre service. Alash, li anna le merchandising fin khassak tdat bien te présenter les produits dial, fin khassak tqaddhom mzyan. Un point de vente li koun fi libre service. Li anna le commercial, le vendeur mghadish ykoun hada le client bach yqnaou. Là, raha la présentation dial dak le produit, hi li ghadi tqna le client bach ychri. Donc là, le merchandising qui s'amène surtout les GMS ou les qui confirment libre-service. Donc, entre 1975 et 1985, la crise économique a contribué de sa part au développement du merchandising, où les clients deviennent plus exigeants vis-à-vis des services offerts par le distributeur. Il y a la crise économique de la période hadie, et ça met dans le développement, il y a le développement ou le merchandising. Alors, les clients deviennent plus exigeants avec un S vis-à-vis les services offerts par le distributeur. Il y a là qui exigeant, يعني qui hackeront les services, يعني الخدمات اللي كيقدمهم واحد ديستريبيوتور. من مورا لا كريز ايكونوميك لي كليان ولاو اكزيجون، يعني ولاو كيحكروا، ولاو كيبغيو واحد سيرفيس يكون فاسيل، ما بقاوش كيبغيو يمشيو لي ماغازان العاديين ياخذوا برودوي ويبقاو يتسناو يخلصوهم من الحانوت، لا بغاو ولاو كيطلبوا دي سيرفيس اخرين. وليبرو سيرفيس راه واحد الانيشاتيف لي مزيانه من لابار دو لابار ديال لي كرون دي موان سيرفاس، باش هكا الكليان يختار لي بغا، يكون عنده ان لارج شوا، يكون عنده بزاف ديال لي برودوي يقدر يختارهم. داكوغ؟ Donc, c'est la crise économique qui a permis l'apparition du merchandising. Actuellement, le merchandising a pris la forme du trade marketing. C'est une relation entre les entreprises et les GMS de type gagnant-gagnant. Actuellement, il y a une typologie de l'ouart. Les années 60, c'est 1960, ou 1975-1985, c'est le moment actuel. Le merchandising a la forme du trade marketing. Trade marketing, c'est ce que nous avons dit, c'est anglais. Donc, c'est une relation entre les entreprises, c'est-à-dire les entreprises qui sont les produits, et les GMS. Moi, les grandes et moyennes surfaces. Et nous finirons les supermarchés ou les hypermarchés. Il n'y a pas de chérique qui vend ni chien, ni chanot, ni chanot. Il n'y a pas de chérique qui vend ni chanot, ni chanot, ni chanot. Les chériques qui vendent les chanot, ou qui vendent les distributeurs ou les grandes et moyennes surfaces, qui durent le libre service. De type gagnant-gagnant. Il y a l'entreprise qui vend ou les GMS qui vend. Il y a qui durent la distribution. Il y a qui vous vendent les produits ou qui vendent les le marché ديالهم في مثلا ليبرمارشي ولا السوبرمارشي ديالهم. دونك هنا المارشانديزينغ ولا هو العلاقه ما بين الشركات و لي غراند اي موين سيرفاس بحال مرجان بحال كارفور، يعني شركات كيصنعوا وكيبيعوا لي برودوي ديالهم عند ديستريبيوتور، عند مرجان، عند كارفور، عند اسيما اكسيتيرا. D'accord. Donc, هذه هي l'évolution ديال المارشانديزينغ. في الاول كان ليبر سيرفيس، كانوا مثلا محلات صغار كيمشي الكليون كياخذ البرودوي اللي بغا وكيخلصو. مع لا كريز ايكونوميك ولاو لي كليون بلوز اكزيجون، اللي غيدفع الشركات و لي سوبر مارشي يداروا مع بعضياتهم، يعني ينسجموا بعضياتهم ويتحدوا يديروا اون كوبيراسيون باش يوليو يديروا لو ليبر سيرفيس. وهكا جي ام اس كيلقى راسو، يعني لي كرون دي موان سيرفاس كيخصهم يديروا المارشانديزينغ باش يتباعوا ليهم لي برودوي، لان مرجان كامل الا جاو يديروا فوندور حدا كل برودوي راه داكشي ما غاديش يتباع ليهم، يعني ماشي ما غيتباعش، ولكن غيخصهم بزاف ديال لي فوندور. لهذا كدير واحد لورغانيزاسيون اللي كتخلي الكليان يتاتيرا بلو برودوي، بحال كاين واحد الفوندور، هو لو فوندور مي، يعني الفوندور راه كاين ولكن
ما كيبانش. شنو هو الفوندور هذا؟ شكون اللي غيقنع الكليون؟ هو مثلا ديكوراسيون، هو فين حاط داك البرودوي، هي لورغانيزاسيون، هو الميرشندايزينغ اللي غندير انا. داكوغ؟ دونك هادي هي ليفولوسيون دو ميرشندايزينغ. دونك دابا غادي نشوفو لي زانتيغي اون بريزونس، يعني شكون اللي كيستافد من هاد الميرشندايزينغ. الوغ لو ميرشندايزينغ ريبون او زوبجيكتيف دي تخوا بارتي بريزونت دون لا فونت، كيجاوب على لي زوبجيكتيف، كيحقق لي زوبجيكتيف ديال ثلاثة الأطراف اللي كاينين في لا فونت. لأن في الميرشندايزينغ راه كتكون اون فونت، يعني ملي كندير برودوي في سوبر مارشي ولا في بوان دو فونت راه كتكون اون فونت. كاين أول شخص مستفيد هو لو كونسوماتور. علاش؟ لأن الكونسوماتور هو المستهلك، هما حنا، شيرش اون ديفيرسيتي دو شوا دو برودوي بريزونتي دون ان كادر أغريابل إي لا بريزونس دي زانفورماسيون كي غيد سون شوا. لو كليان ولا كيقلب على اون ديفيرسيتي دو شوا. انت ملي كتمشي المرجان عارف راسك انا غتلقى فيه بزاف ديال لو شوا. غير مثلا في القهوه ما غتلقاش اون مارك، بحال مثلا مشيت للملحان تلقى عنده غير دو مارك. في سوبر مارشي غتلقى بزاف ديال لي مارك القهوه، بزاف ديال لي مارك مثلا ديال الحليب، بزاف لي مارك ديال دانون، بزاف لي مارك ديال لي برودوي اللي انت باغي تشري. كيكون عندك اون ديفيرسيتي دو شوا دو برودوي اللي كيكونوا بريزونتي dans un cadre agréable. ملي كتمشي للمرجان راه كيبان لك لي برودوي محطوطين مزيان، مقادين، كيعطيك لونفي باش انك تشري. ايضا لا بريزونس دي زانفورماسيون كي غيد سون شوا. كتلقى مثلا كل برودوي فيه البري ديالو، فيه لي كاركتيريستيك، يعني il guide ton choix. يعني كتكون انت مثلا ما عارف شنو غتاخد، ملي كيبان لك اون فيش على شاك برودوي كتبين عليه شنو كاين وبيان تورغانيزي، راه كيعاونوك باش تختار البرودوي اللي بغيتي. D'accord. Donc le consommateur dans le merchandising ou dans le libre service, راه كيستافد من واحد البرودوي، من واحد بعدا واحد ديفيرسيتي دو شوا، يعني عنده حرية الاختيار ما بين لي برودوي اللي كاينين في هذاك السوبر مارشي ولا ليبر مارشي. ايضا كيكونوا داك لي برودوي مقادين في هذاك البوان دو فونت، وكيكونوا لي زانفورماسيون على شاك برودوي بلا ما يحتاج كاع يدوي مع الفوندور. داكوغ؟ كيكون حر، حر هو باش ياخد البرودوي اللي بغا. لانك مثلا احنا نفرضو مشيتي عند واحد الملحانوت اللي عنده بزاف ديال لي مارك القهوه، ولكن بعض المرات ملي كتكون عند واحد الشخص، واحد الكوميرسيال ولا واحد الفوندور، كتحشم تبقى تسولو بزاف هاد البرودوي شنو فيه، وتسولو على هذا وعلى هذا. هنا في سوبر مارشي ولا في الميرشندايزينغ كيكون عاطينك كل برودوي كاتبين تحت منه البري ديالو، لي كاركتيريستيك، يعني ما غتسول حد، غادي غير تشوف بعينيك وغادي تختار لو برودوي. داكوغ؟ دابا غادي نشوفو لي زانتيغي ولا لي زافونتاج اللي عند لو برودكتور، يعني الشخص اللي كيصنع، يعني الشركه المصنعه. لان مرجان، كارفور، اسيما اكسيتيرا ماشي هما اللي كيصنعوا لي برودوي، هما كيديروا غير لا ديستريبيسيون، هما غير كيعاودوا فيهم البيع، كيبيعوهم، كيديروا توزيع. دونك هنا الشركه المصنعه مثلا الا جينا ندويو مثلا على الحليب، راه شركه، كاين واحد الشركه اللي كتصنع ماشي مرجان. دونك هذيك الشركه اللي كتصنع الحليب ولا هو البرودكتور، هو اللي صانع هذاك البرودوي مثلا. il cherche à développer la vente de ses produits، يعني ينمي la vente de ses produits. ان الشركه مثلا باش تبيع الناس ديريكتومون شويه صعيبه، سواء غتبيع تفرق على مول الحانوت، سواء غدير دي بوبليسيتي، ولكن احسن طريقه هي تعرضهم في واحد سوبر مارشي. لان بعض المرات انت ولا انت كتمشيو للمرجان، غير تقدروا تبقاو غير الدورو، واخا تاخذوا البرودوي اللي بغيتو كتبقاو الدورو. الوغ كتبقاو الدورو، راه بحال هذيك الشركه اللي كتحط البرودوي ديالها تما برودكتور، راه بحال كيدير واحد الاشهار للسلعه ديالته. تقدر انت تكون ما باغيش تشري داك البرودوي، ولكن يبان لك في هذاك المرجع لانك كبير وكتبقى تعجبك الدور، تقدر تاخده. يعني البرودكتور غادي ديفلوبي لا فونت ديال البرودوي ديالو، لي برودوي اللي حاط تما، لان تقدر انت تكون ما باغي كاع تشري، ولكن غيبان لك محطوط تمايا، تقدر تزعم وتاخده. دونك هنا غيكون ديريكتومون ان ديفلوبمون دي فونت ديال هذاك البرودكتور. D'accord. Et proposer diverses références de sa gamme pour dégager une rentabilité satisfaisante. Et qu'il allait proposer بزاف ديال لي ريفيرونس من البرودوي، يعني بزاف ديال البرودوي. مثلا حيت شركه واحده ديال الحليب راه ما كتصاوبش غير الحليب، كتصاوب بزاف الحوايج، ولا كتصاوب حليب مثلا مبصر، حليب ستيريليزي، داكوغ، معقم. هنايا تقدر في مول الحانوت ولا مثلا عند دي ماغازان لي صغار تعطيهم غير الحليب العادي ديال 3 دراهم ونص، الوغ كو في مرجان راه كتلقى الحليب ديال 3 دراهم ونص، ديال 5 دراهم، ديال 7 دراهم، ديال 10 دراهم. دونك هنا هذيك الشركه تقدر تحط كاع لي برودوي اللي عندها، لان داك السوبر مارشي كيكون فيه لي سباس فين نحطوا لي برودوي، كيكونوا بيان بريزونتي، اي ديجاجي اون رونتابيليتي ساتيسفيزونت، يعني داك البرودوي كيكون رونتابل. D'accord. Donc d'abord, regardons les intérêts ديال le distributeur, يعني الشخص اللي كيدير البيع، يعني هذاك السوبر مارشي، يعني مرجان مثلا. Donc مرجان il cherche
Le supermarché, il cherche à optimiser la productivité du magasin par la présentation de produits rentables. Avec le distributeur qui essaie d'optimiser, يعني يطلع le maximum de la productivité de avec le محل productivité. يعني avec le محل qui est productif, يعني le بيع فيه مشي الحركة. Par la présentation de produits rentables. يعني انت كسوبرمارشي راه غتربح غتربح، لان في مرجان ملي كتكون باغي تمشي تشري الحليب راه كتمشي كتشري كتشري، يعني واخا يحط لك ديال ماركه مثلا، نعطيو مثلا كاينه جوده، كاين سنترال، كاين جبال، انت غتمشي غتشري غتشري الحليب، يعني ديما داك الديستريبيتور هو رابح وديما عنده لا برودكتيفيتي في هذاك المحل، لانك كيحط بزاف ديال لي برودوي، راه انت غتشري غتشري من عنده. الا خصك واحد مثلا القهوه، راه غتشري غتشري القهوه، هو كيحط لك بزاف ياك، ولكن انت ككليون راه غتشري غتشري، يعني هذاك المحل ماشيه فيه الحركه، أو المغازا كتكون ديما مشيت فيها الحركة. Et fidéliser sa clientèle en proposant des produits répondant aux attentes des clients. Qui les clientèles, tu connais fidèle, elle est là, qui a des produits, qui proposait des produits, les qui j'ai au bout, les tiages, c'était avec les clients. Elle n'a pas marge, elle a juste un petit peu de cash, tu as le marge, elle a donc, elle a, tu connais fidèle avec le supermarché. مثلا انت كارفور كتمشي كتلقى عندهم دي برودوي اللي ما كاينينش في الحانوت، كتكون في يعني غتمشي نيشان عندهم. دونك هنا ديستريبيوتور كي بغي اوبتيميزي لا رونتابي البرودكتيفيتي ديال المغازان ديالته، يعني اي كليون دخل المرجان باش يشري الحليب راه غيشري، ما يمكنش يخرج ما يشاريش. مثلا اي كليون باغي يشري مثلا واحد لو تيب ديال القهوه راه غادي يمشي غادي يشري، لان المرجان عنده كاع لي شوا. نفس الحاجه بالنسبه مثلا كارفور ماركت ولا اسيما ولا تبين، بعض المرات يكونوا فيه دي برودوي اللي كنقلبوا عليهم. دونك هنا انت غتدخل غتقلب على شي حاجه غتشري، ماشي بحال مثلا الا كنتي عندك جيتي لواحد الماغازان لقيتي فيه غير مارك وحده، ولا لقيتي فيه غير برودوي لقيتيه برودوي ما لقيتيش، هنا كاين ريسك انك ما تشريش. ولكن في ليبر مارشي ولا السوبر مارشي راه كتشري كتشري. انا كنحاول نعطيكم اسامي ديال السوبر مارشي اللي عندنا، باش هكا نستانسو بهاد هاد الموديل. خصنا نعطيو الاسامي ديال لي سوبر مارشي باش نحطكم في الصوره ديال هاد المارشندايزينغ، داكوغ؟ دونك ايضا كتولي فيده، لان البرودوي تقدر ما تلقاش في الحانوت، تقدر ما تلقاش مثلا في واحد السوبريت لي صغيره، ولكن كتلقاه في سوبر مارشي. دونك هادو هما لي زافونتاج ديال الميرشاندايزينغ بالنسبه للديستريبيوتور، بيع بيع وكيفيديليزي لي كليون ديالو. داكوغ؟ دونك هنا شفنا لي زانتيغي اون بريزونس، يعني شنو كيفيد لو ميرشاندايزينغ بالنسبه للكونسوماتور، كيخليه يلقى واحد لو شوا ديفير. ايضا البروديكتور كيعرض لي برودوي ديالتو في واحد لو كادر لي زوين، وكي كي اوغمونتي لا رونتابيليتي ديال البرودوي ديالتو، لانه يقدر يحط بزاف ديال لي غام. داكوغ؟ ايضا لو ديستريبيوتور اللي كيعرض هذوك لي برودوي بحال مثلا مرجان، اسيما، اكسيتيرا، كيستافدو انهم ديما كيبيعو وكيفيديليزيو لي كليون ديالهم. D'accord. D'abord, je vous fais une partie de l'introduction. Les types du merchandising. Alors, qu'est le merchandising d'organisation? Donc, il s'occupe de l'agencement du point de vente et la mise en place d'une signalétique générale dans les rayons et les sous-rayons. Donc, merchandising d'organisation, yani qui essaie d'organiser avec le point de vente. Il s'occupe de l'agencement, yani qui aide ou qui gère avec le point de vente. يعني كيحط لي برودوي فين كيخصهم يكونوا، كيحط هذوك مثلا لي غايون ولا لي غوندول. لي غوندول هما دوك لي سوبور لي يكون محطوط فيهم برودوي في البوان دو فونت. اي اي لا ميز ان بلاس دون سيناليتيك جينيرال دون لي غايون اي لي سو غايون. كيحط لك اون سيناليتيك، يعني شي حاجه كتوجهك دي سين باش يوجهوك انت في البوان دو فونت. مثلا كتلقى في كل برودوي تحت منو البري، الثمن ديالو، واش فيه بروموسيون ولا ما فيهش، ولا كيكون حاطين لك واحد لافيش اون روج فيها مثلا بروموسيون، هاد البرودوي راه ناقصين منه. كتلقى الفوق موجهينك ها فين كاين مثلا جزار، ها فين كاين ليلكتروميناجي، ها فين كاين الملابس، ها فين الحليب والمشتقات ديالو. دونك هادي هي السيناليتيك، يعني كيدير لك لورغانيزاسيون ديال البوان دو فونت. يعني هاد التيب دو مارشانديزينغ دورغانيزاسيون كي قاد لينا هذاك البوان دو فونت، كيقاد لو برودوي في بلاصتهم، كيحط لك ايغالمون لي سين، يعني الاشارات فين كاين هذا البرودوي، فين كاين هذا، واش بروموسيون ولا ماشي بروموسيون. دونك هذا هو المارشانديزينغ دورغانيزاسيون. كاين ايضا لو مارشانديزينغ دو جيستيون. Alors, il s'occupe de la gestion et l'optimisation des ventes par un choix stratégique de l'assortiment. Had la partie du merchandising, huma li kiqarrou les produits li ghadi ykounou fhadak le point de vente. Donc, kihtem bla gestion, yani ki gérer, et l'optimisation des ventes. Yani optimiser les ventes, yani nhaoul maximum tla les ventes diaouli par un choix
استراتيجيك دو لاسورتيمون، كيدير واحد الاختيار استراتيجي ديال لاسورتيمون. شنو هو لاسورتيمون؟ حتى هو غنشوفو في ديفينيسيون، غنعرفو كيفاش نحسبوه اكسيتيرا في الفيديوهات اللي قادمين ان شاء الله. لاسورتيمون هما لي برودوي اللي كتبروبوزي انت عندك. دونك لاسورتيمون بحال مثلا كتقول انا من عند لا مارك ديال سونترال غنجيب من عندهم مثلا الحليب اللي كيبيعوه، غنجيب من عندهم مثلا دانون، غنجيب من عندهم زبده. دونك هذا هو لاسورتيمون اللي كتختار، يعني البرودوي اللي غتبيع عندي في هذاك البوان دو فونت ديالك. مثلا في سوبر مارشي في مران كيقولوا واش من غنجيبو مثلا جوده وجبال وسنترال، ولا غنجيبو غير دو مارك. دونك هذا هو لاسورتيمون. هنا خصك تجيب واحد، يعني تجيب واحد لي برودوي وتختارهم بطريقه استراتيجيه بالمقارنه مع لي بيزوان ديال لي كليون ديالك. دونك هذا هو المارشانديزينغ دو جيستيون، كيختار لي برودوي اللي غيكونوا محطوطين في هذاك لو ماغازان. وكاين لو مارشانديزينغ دو سيدوكسيون، il s'occupe du développement des achats impulsifs par une décoration attractive, un mobilier adapté, une ambiance agréable et une animation du point de vente. Alors kihtem le développement qui tour les achats impulsifs. C'est-à-dire je vois définition من بعد نشرح لكم واش كتعني achat impulsif. هي ملي كتكون غادي المرجان مثلا باش تشري غير السلعه ديال الدار، تشري مثلا الحليب الزيت السكر اكسيتيرا، وملي كتمشي تخلص كتلقى راسك شريتي حتى واحد التريكو، شريتي واحد الصنداله، شريتي واحد الحليب اللي انت ما كنتيش خاصك، شريتي مثلا واحد الفرماج ما كنتيش باغي غادي على قبله، شريتي مثلا زيتون، شريتي واحد الخضره اللي كنتي انت ما كاتبهاش في ليست ديالتك. دونك هادي اشا امبولسيف، يعني انت كتكون ما غاديش تشريها ولكن كتبان لك وكتشريها. شحال مره انت كتكون غادي تشري غير عند ماغازا، كتكون باغي تشري غير صباط مثلا، يعني كتمشي كتصدق شاري صباط تريكو سروال. دونك هذاك تريكو سروال سو سون دي اشا امبولسيف، يعني انت ما كنتيش باغي تشريهم ولكن غير شريتيهم حيت كانت واحد لا سيدوكسيون اغراء. دونك لا سيدوكسيون هي الاثاره والاغراء. دونك هذاك الماغازان كيحاول يغري لو كليون باش يشري بزاف ديال لي برودوي. كتوقع لينا كاملين ملي كتمشي المرجان كتكون مثلا معول على 100 درهم غادي تخسرها، كتلقى راسك خسرتي 200 درهم. علاش؟ لانك درتي دي زاشا امبولسيف، يعني ما كنتيش معول عليهم ولكن شريتيهم حيت بالك داك البرودوي وعجبك. داكوغ؟ دونك هنا المارشانديزينغ كيلعب الدور ديالو. شكون اللي كيخليك تشري برودوي وانت ما باغيش؟ راه هو هاد المارشانديزينغ. دونك هي ديك لا ديكوراسيون اللي يكونوا دايرين. دونك كيفاش كيكونوا هادوك لي زاشا امبولسيف؟ بالديكوراسيون اتراكتيف. كتكون مثلا كتبدا كتبان لك واحد البانو في الاحمر، ولا مثلا حاطينها لك في الراس ديال واحد لي غايون ان برودوي اون بروموسيون، جوج شي جوج غنقص لك مثلا 10 دراهم، غنقص لك النص ديال الثمن ديال الاخر. دونك هنا كتندافع انت كتخليك تشري هذاك البرودوي. داكوغ؟ ايضا ان موبيليي ادابتي، ملي كيكون واحد البرودوي محطوط في واحد الموبيليي، يعني في واحد الموبل، يعني في واحد الغايون اللي زوين واتراكتيف، راه انت غتبغي تشريه. ايضا اون امبيونس اغريابل، غير ديك الموسيقى اللي كتبقى مثلا كتكون في شي ماغازان في واحد الموسيقى زوينه راه كترخي وكتساعدك انك دير دي زاشا مثلا. داكوغ؟ اي اون انيماسيون دو بوان دو فونت، هذاك البوان دو فونت كيكون انيمي. شحال مره في مرجان كتلقاهم دايرين مثلا كيديروا اشاره يقولك هاك دوق مثلا الحليب، دوق هاد الفرماج، دوق هاد الكاشير راه مزيان. هذيك سيت اون انيماسيون اللي كتشجعك انك تشري ان برودوي. دونك هادو هما لي تيب دو مارشانديزينغ، يعني كي اورغانيزي البوان دو فونت، كيحط كيدير لي سين، كيحط لي موبل في بلاصتهم اكسيتيرا. لا جيستيون يعني نوبتيميزي لي فونت باش نجيب كنجيب دي برودوي لي غي اوبتيميزيو لي، يعني يطلعوا ليا لي فونت ديالي. وايضا ندير واحد لومبيونس لي كتخلي الكليون يعني يتار ولا يتغرى بهذوك لي برودوي لي حنا حاطين تمايا واخا يكونوا هما ما باغيش يشريهم. دونك هنا غادي نكونوا سالينا الفيديو الاولى ديال لو موديول مارشانديزينغ، شفنا فيها لا ديفينيسيون ديال المارشانديزينغ، انه هو الطريقه او التقنيه باش كنوضعوا بها واحد البرودوي او لي برودوي في ان بوان دو فونت دو تيل فاسون باش يكونوا اتيران، باش يكونوا كيجذبوا الانتباه ديال لو كليون ويشجعوا انه يشري. داكوغ؟ ايضا شفنا ليفولوسيون ديال المارشانديزينغ، قلنا كيفاش تبدا، كيفاش ظهر المارشانديزينغ، ظهر مع لو ليبر سيرفيس ومع لو فوندور موي. ايضا شفنا لي زانتيغي اون بريزونس، يعني شكون هما الناس اللي كيستافدوا من المارشانديزينغ. دونك شكون هما الناس اللي كيستافدوا الا كان واحد برودوي بيان بريزونتي في ان بوان دو فونت. دونك كاين اول شخص هو او الاول اورغانيزم ولا اول افراد هما لي كونسوماتور، يعني انت ككونسوماتور ملي غتشري تلقى واحد برودوي بيان اورغانيزي وعندك بزاف برودوي قدامك وكتختار انت شنو غتشري، و
لو شوا ديالك غيدي باغ لي انفورماسيون اللي كيكونوا على هذوك لي برودوي ولا في داك البوان دو فونت، راه كتكون عندك واحد ليزونس، واحد الراحه في الشراء. داكوغ. ايضا كاين لو برودكتور، يعني الشخص اللي كيصنع داك البرودوي. انا مثلا في مرجان كيف ما قلنا راه كاين شركات كيحطوا لي برودوي ديالهم. الا حطيتي انت البرودوي ديالك مثلا في مرجان، راه غتستافد من لا كليونتيل ديال مرجان، غتاوغمونتي لي فونت ديالك، غيمكن لك انك تحط بزاف ديال لي برودوي ديالك، تحط بزاف ديال لي غام اللي كتصنع. داكوغ. ايضا شفنا انه كيساهم في لو ديفلوبمون ديال الشيفر دافير ديال ديستريبيتور، يعني داك سوبر مارشي براسو، داك بوان دو فونت براسو، راه ملي غيعرض بزاف لي برودوي، ملي غيحطهم بواحد الطريقه مزيانه، راه غيطلع المبيعات ديالو، غيفيديليزي لي كليون ديالو، لانه كيعرض دي برودوي لي ديفير. داكوغ. دونك اخر حاجه كنا شفنا في هذا الفيديو هما لي تيب دو مارشاندايزينغ. قلنا كاين المارشاندايزينغ دورغانيزاسيون، كيفاش كيت اورغانيزا البوان دو فونت اون جينيرال، يعني كيفاش كنحط فيه لي غوندول، كيفاش كنستف فيه لي برودوي. ايضا كاين لو مارشانديزينغ ديال لا جيستيون، يعني شنو هما لي برودوي اللي انا غادي ندير في هذيك الماغازان ديالي ولا في هذاك البوان دو فون ديالي، كنختارهم على حساب الاحتياجات ديال لي كليون. ايضا شفنا المارشانديزينغ دو سيدوكسيون، يعني اغراء لي كليون باش يخليهم يديروا دي زاشا امبولسيف. دونك هنا غادي نكونوا سالينا هاد لا فيديو هادي، وغادي نضرب لكم موعد في الفيديو الجايه باش نبداو لا جيستيون دان بوان دو فون. ومن هنا لتما كيف العاده كنتمنى لكم حد موفق، والى اللقاء ان شاء الله.